يقود رجعت لعمر يوصل بو 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 انت فنان بو 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 يلعب من جول جول عالمي لعبة ثلاثية متميزة من رع ما يكون هذه يفعلها فقط أحمد خليل وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن الروعة والأناقة والدقة والسرعة الفائقة رفع الرتم الإماراتيون تمكنوا من تسجيل هدف ولا أروع اللعبة الأولى خد الثانية رجع له الثالثة في العمق من هناك ثلاث لمسات وأربعة الكرة في الشباك يا سلام لعبة من أروع ما يكون وهدف من أروع ما يكون كذلك من هناك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي أحمد خليل يسجل ثالث أهدافه لمنتخب الإمارات العربية في هذه البطولة يا أحمد يا خليل عندما يكون لديك عمر عبد الرحمن ولا تسجل مثل هذه الأهداف عمر أنت شعلة في منتخب الإمارات عمر أنت قول ولا شيء خلي اللعب أمجد عنده الكرة يرجع للخلف كرة صعبة ماذا يحدث في دفاع الإمارة جول 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 قاتل قاتل رائع رائع هذا الجول من قبل المدافع وليد سالم يعدل النتيجة لمنتخب العراق في غفلة من دفاع الإمارات شوارع كبيرة في دفاع منتخب الإمارات سمحت للعراقيين بالعودة في النتيجة وتعديلها من قبل وليد سالم شوف الاختلالات الكبيرة في الدفاع بقدر قوة هجوم منتخب الإمارات دفاعهم هلهل في بعض الأحيان ويترك الفلاغات والمزحات لم يشاهد شيئا الحارس خالد عيسى هدف التعادل من أروع ما يكون من وليد سالم لمنتخب العراق عند الدقيقة 27 من عمر المباراة يا سلام العراق تمكن من تعديل النتيجة أمام منتخب الإمارات هدفان شاهدناهما لحد الآن قبل أن نصل إلى الدقيقة 30 عشاق منتخب العراق كمهم كثر في أستراليا توصل مباشرة لأحمد ياسين أحمد ياسين جول 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 عراقي جول عراقي جول عراقي هدف ثاني من أمجد كلف في غفلة من دفاع الإمارات كذلك هدف أول لأمجد كلف في هذه البطولة يا سلام هدف أمجد كلف كان رائع والتسديدة من أحمد ياسين كانت أروع الصد من خالد عيسى أمام دفاع يتفرج نعم دفاع إماراتي يتفرج على التسديدة ويتفرج على الصد ويتفرج على اللعبة من أمجد كلف الهدف الثاني افتح لنفسه الطريق تسديدة ساقطة دفاع إماراتي يتفرج على هذه الكرة هدف ثاني لمنتخب العراق مستحق صارت النتيجة 2-1 قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول الإماراتيون سجلوا هدفا وبقوا في الدفاع يحتفظون بالكرة العراقيون يتحينون العراقيون لا يفوتون الفرص التي تتاح لهم مثل ما فعل أمجد كلف هنا وسجل الهدف الثاني لصالح منتخب حبيب فرداني راوغ الأول يبحث عن أحد الرفقاء وجد من هناك على الجهة اليمنى خميس إسماعيل حبيب فردان يخرج لعمر عبد الرحمن خلاله الكرة عمر وتمريراته عمر وتمريراته أين تمريرة جول 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 اسمتوا كلكم يقول أحمد خليل يا سلام عليك يا أحمد يا سلام عليك يا عمر أنت رسام وأنت فنان يا عمر في وقت كنت سأقول شوف عمر ماذا سيفعل أوي 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 هل كان هناك وضع تسلل أم لا اللقطة كانت سريعة سرعة البرق لا 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 أبدا لم تكن هناك وضع تسلل اللقطة سريعة سرعة البرق عمر عبد الرحمن حطها على طبق خرج في الخلف أحمد خليل صار في قائمة الهدافين بأربع أهداف أحمد خليل الآن كرة ملعوبة بشكل رائع ثنائية من أحمد خليل في هذه المباراة وهدفان للعراق ممتعة المباراة وممتعة هذه البداية في هذه الكرة يا أحمد صح يا أحمد صح يا أحمد صح يا له من خطأ مسك من الخلف من أحمد في فورة مثل هذه لا يمكن للحكم سوى أن يعلن ضربة جزاء لعلي مبخوت ولمنتخب الإمارات انقلبت موازين المباراة في رمشة عين أحمد إبراهيم يطرد في هذه اللحظات ويخلي العراق يلعب بعشر لاعبين بعد عشر دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني 35 دقيقة لعب بعشر لاعبين لمنتخب العراق علي مبخوت يتحصل على ضربة جزاء علي مبخوت سينفذ ضربة الجزاء لو يسجلها يصبح هداف هذه المنافسة يا أحمد يا أحمد يا أحمد ضربة جزاء وانقلبت الموازين في ظرف ثلاث دقائق منتخب الإمارات سجل هدف التعادل وقريب من تسجيل هدف التفوق
من قبل اللاعب المتميز علي مبخوت صاحب 25 هدف 26 هدف مع منتخب بلاده في مشواره في 36 مباراة. علي مبخوت بحثا عن الهدف الخامس في هذه المنافسة يصبح هداف ويصبح الإمارات بتفوق بهدف مقابل صفر. علي مبخوت من أمام محمد حامد، علي مبخوت من أمام محمد خامد في تنفيذ هذه الرمية، ضربة الجزاء للإمارات. علي مبخوت يستعد، علي مبخوت يسدد، علي مبخوت يسجل وجول للإمارات. 3 أهداف مقابل هدفين، صارت النتيجة للمنتخب الإماراتي اللي صار متفوق على العراق في المباراة الترتيبية ب3 أهداف مقابل هدفين. يا سلام، كرة القدم تخبي أشياء قد لا نتوقعها وتخبي أشياء قد لا نعرفها. مبخوت استلم كرة بالخطأ، مبخوت تحصل على ضربة جزاء، مبخوت نفذ ضربة جزاء، مبخوت سجل ضربة الجزاء، والإمارات صارت متفوقة ب3 أهداف مقابل هدفين على منتخب العراق. هكذا هي المباريات الترتيبية عادة في كل المنافسات سواء كانت قارة قارية.